هو قانون مشروع قانون الماليه اللي ما فيهش الجديد، ما فيهش دوك النموذج التنموي الجديد، شي حاجه ما فيهش. وغالبا حتى الرد ديال السيد وزير الماليه يقول لنا بان مازال ما كاينش الملامح ديال النموذج التنموي الجديد، فهو مواصله نفس الاصلاحات ولا نفس السياسات اللي مطبقه. اللي فيه بعض الامور وهادشي كنستغربوا ليه، حيت كنسمعوا الناس كلشي كتقول بان خاص المغرب في حاجه الى نموذج تنموي، كانت هذه مناسبه باش تكون قاطعه ويكونوا اجراءات عمليه بحال هذوك اللي كنقترحوا، مثلا ضريبه تصاعديه على الثروه، ضريبه تصاعديه على الارث. هادو مع الاسف الشديد لا الحكومه لا الاغلبيه كيعرضونا فيها، ومازال دابا المناقشه. كنبقى انا كانسان متفائل غنقدموا التعديلات، كنتمنى يكون شي تجاوب اللي هو احسن من اللي كان العام اللي فات اللي ترفضت لنا هاد جميع الاجراءات اللي كانت عمليه بهذوك التضامن من طرف الاغنياء ديال الوطن، بها غنستمروا فيما هو حيوي في البلاد اللي المواطنين كلهم كيتشكوا منه، لا هو التعليم والصحه. راه بدون هاد الاجراءات العمليه ديال التضامن ضريبه تصاعديه على الثروه وعلى الارث ما يمكنناش نصلحوا التعليم. هادشي راه خص الناس يعرفوه.